فكلمة خول بمعنى الصاحب، إخوانكم خوالكم، ويستوي فيها المذكر والمؤنث، فتطلق على الرجل والرجلين والجماعة والنساء والمرأة إخوانكم خوالكم. لكن تخيل لو أطلقها رجل على رجل في هذه الأزمنة لقطع عليه الطريق الدولي. لو أن ضيفا جاءك إلى بيتك وأدخلته مثلا أن تريه وقلت له لقد شرفتنا ونورت البيت وانت طول عمرك رجل كذا، لأدى إلى أن يقع نزاع وخصام بينهما. فإذا قال له انتظر فإن في لسان العرب لن ينتظر حتى يسمع لسان العرب ولا لسان العجم، سينهار عليه ضربا، ثم بعد ذلك يقول ماذا قالت العرب، بعد أن يأخذ حقه جافا كما يقول. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يحافظ على كلماته وأن يزنها قبل أن يتكلم بها، فرب كلمة أودت بعنقه وبرأسه وبحياته وهو لا يشعر. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. When will I wake up?